بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من يستفتونك. إن شاء الله ندخل بإذن الله في الإجابة على أسئلة حضراتكم سواء المكتوبة أو عبر الاتصالات الهاتفية، لكن خلينا نرحب في بداية الحلقة بفضيلة الشيخ الدكتور جعفر الطلحاوي، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. أهلا بحضرتك دكتور. أهلا وسهلا ومرحبا أخي الحبيب النجيب الأستاذ طارق والأعزاء الكرام فريق البرنامج وإدارة القناة والمشاهدون الكرام لهذه القناة المباركة والمسلمون جميعا في علم الله في ملك الله في يوم الله. أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. عليكم السلام دكتور. دكتور إن شاء الله السؤال الأول من أخ عبر الواتساب، يعني بيسأل بيقول إن هو سمع حديث عن إن الرسول كان يدرس القرآن كل يوم في رمضان، فهل هذا الحديث صحيح أم لا؟ وكيف يمكن الاستفادة من رمضان فيما يتعلق بالقرآن؟ إن شاء الله تعالى. الحمد لله كل زفير وكل شفيق في علم الله في ملك الله في يوم الله، جميع محامده في علمه، على جميع نعمه في علمه، على جميع خلقه في علمه، حمدا لا يبلى جديده ولا تبلغ حدوده ولا يحصى عديده ولا يفنى مديده ولا يفرغ مزيده ولا ينتهي أمله في مثله في مثله، وهكذا دولي صرمدا في صرم بدوامك. ومع كل حمدلة مني أو من أحد من خلقي في علمك في ملكك في دوامك، فإن نؤمن على حمدهم والتأمين دعاء كما علمنا ربنا تبارك وتعالى في سورة يونس. والشهادة لله تعالى بالوحدانية في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير، ولصفوة الخلق والحبيب الحق سيدنا محمد بالنبوة والرسالة، اللهم أحينا عليها وأمتنا عليها، اللهم حققنا بحقائقها ودقائقها ورقائقها ووثائقها ما أحييتنا، واعصمنا ما أحييتنا من نقائضها ونواقضها، فلا عاصم إلا أنت. اللهم إنا نسألك من هذه الشهادة ما شهدت به لنفسك وما شهدت به لك ملائكتك وشهد لك به أولو العلم من خلقك، فقلت كما في ثانية في السبع الطوال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. اللهم اختم لنا بها، اللهم اختم لنا بها، اللهم اجعل آخر كلامي من الدنيا وكل من يؤمن على هذه الدعوة أثناء البث المباشر الآن أو يسمع الحلقة المسجلة، اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. استشهاد فأنم بحديث المصطفى الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأرضيان على المبعوث رحمة العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كل زفير وكل شهيق في علمك في ملكك في دوامك، عدد وملء وزنة ما بين ساق عرشك إلى قاع عرضك، ومن أزل وجودك الأول بلا بداية إلى أبد بقائك الآخر بلا نهاية. وكلما صليت أو سلمت أو صلى أو سلم عليه أحد من خلقك في علمك في ملكك في دوامك، الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، فإنا نؤمن على صلاتهم، فاكتبنا اللهم من المصلين والمسلمين عليه معهم وفيهم، اكتب لنا مثل هذه الصلاة والسلام وعددهما في جميع الصلوات والتسليمات التي صلى بها عليه وسلم عليه، حتى نكون بمنك وطولك وفضلك أكثر خلقك صلاة وسلام عليه، وأقرب خلقك منه مجلسا يوم القيامة، وأولى الناس ما أمين. آمين يا رب. وبعد فيعني نسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى في هذه الساعة المباركة من يوم الجمعة، يعني تأولا لحديث الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: إن في كل جمعة ساعة لا يوافق عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله تعالى ما سأل. نسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان يا رب. وقد كتب العزة والنصرة لأهل غزة ولإخواننا في فلسطين، وأن يستر عوراتهم، وأن يعني يؤمن روعاتهم، وأن يخفف لوعاتهم، وأن يعني سبحانه وتعالى يعني يكتب لهم الرفعة في الدنيا وفي الآخرة، اللهم أمين، ولجميع المسلمين. كما أسأل سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى أن يبلغنا رمضان غير فاقدين ولا مفقودين، وأن يكتبنا فيه من عتقاء من النار ومن المقنى الفائزين بأسماء الحسنى وصفات العلى ورحمة المنزلة والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين. فإن في شهر رمضان يعني صنوان لا يفترقان. رمضان والقرآن يعني دكتور.
يعني رمضان والقرآن تقصد؟ أيوة. الصنوان لا يفترقان، إذا ذكر رمضان يذكر القرآن. ولما؟ وقد أنزل الله تعالى القرآن في شهر رمضان، كما قال عز وجل في سنام القرآن سورة البقرة، أطول سورة في كتاب الله، قال عز من قائل تبار شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أنزل فيه القرآن هدى للناس في جميع القارات، في جميع الأزمنة، في جميع الأعصار والأمصار. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فتلك نعمتان من أعظم النعم، نعمة صيام شهر رمضان ونعمة تلاوة القرآن الكريم. ولذلك تعبدنا الله تعالى بالشكر بالصيام، وتعبدنا بالشكر صياما لشهر رمضان، وتعبدنا بالشكر تلاوة القرآن. ولذلك وسط آيات الصيام جاء الشكر، وسط آيات الصيام أخي طارق جاء دعوة إلى الشكر. اللي هي ختام الآية، يعني ختام الآية. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أي حضره. ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدته من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة، العدة عدة الشهر، ولتكملوا العدة، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وهذا محل الشاهد. ولهذا لما كان رمضان قرين لما كان القرآن قرين رمضان ورمضان قرين القرآن، كان النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه الشفيع، شفيعنا وقدوتنا وأسوتنا، كان في شهر رمضان من كل عام، كما في صحيح البخاري أصح كتاب على وجه الأرض بعد كتاب الله عز وجل، يقول عليه الصلاة والسلام: كان جبريل يعارضني بالقرآن الكريم في كل عام مرة، وقد عارضني بالقرآن في هذا العام مرتين. وهذا العام هو آخر عام في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في آخر حياته الكلية وحياته الدعوية، آخر رمضان حضره الرسول عليه الصلاة والسلام، ختم القرآن مع جبريل عليه السلام مرتين. وكل سنة قبل ذلك كان يختمان القرآن معا ختمة واحدة. يعني الرسول دكتور، يعني الرسول يقرأ وسيدنا جبريل يسمع، أو سيدنا جبريل يقرأ والرسول يسمع؟ أيوة، والعكس برضو كذلك، يعني تارة هكذا وتارة هكذا. ده كله مأخوذ من أين أخي طارق؟ مأخوذ من عبارة النبي: كان جبريل يعارضني بالقرآن. والعرض إخواننا في مكاتب تحفيظ القرآن الكريم في أم الدنيا، ومراكز تحفيظ القرآن الكريم في جميع دول العالم الإسلامي، المراكز والمكاتب وغيرها، وكذلك حتى المحفظ الفردي والمحفظة الفردية، كيف يعني يأخذون بأيدي الذين يريدون حفظ القرآن الكريم؟ لابد لمن يريد الحفظ أن يعرض اللوح. يعني إيه؟ يعني مثلا خمس آيات. ولذلك العلماء يقولون: من حفظ خمس لم ينسى. ودي بالمناسبة دعوة، اللي يريد أن يحفظ، يعني العلماء يقول: من حفظ خمسة لم ينسى، يعني خمسة 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 خمسة، تعددهم 20 مرة وتكتبهم. ومن العوامل التي تثبت الحفظ الكتابة، يعني الإخوة من تثبيت الله سبحانه وتعالى لهم للقرآن في قلوبهم أنهم يكتبون، يكتب المصحف بيده. وكنا زمان في الكتاب في خمسينات القرن الماضي كنا نكتب الآيات القرآنية على اللوح في إيدينا مثل السبورة بالتبشير نكتبه عليه. أعتقد دكتور موجود هذا الموضوع في موريتانيا حاليا، يعني بعض القرى في موريتانيا. لا، وفي العالم الإسلامي كله أخي طارق، كله موجود في العالم الإسلامي كله، أو يكتب بالورق وبالقلم، بالأقلام الحبر والأقلام الصغيرية، يكتبه عن غيب وهكذا. العرض بقى عبارة عن إيه؟ إن اللي يريد أن يحفظ، طالب الحفظ أو طالبة الحفظ، بيأخذ مثلا قدر من الآيات، خمس آيات، صفحة، ربع، القدر اللي يأخذ اللي هو ناوي يحفظه، يتهجاه بين نفسه، يعني إيه؟ يقرأه واحدة، يراعي الضبط بالشكل، يراعي حكم التوقيت بينه وبين نفسه مرة واثنين وثلاثة واربعة، وبعدين يذهب إلى المحفظ أو المحفظة ويقرأ عليه. هذا هو العرض، يقرأ عليه بحيث إذا كانت قراءته صحيحة مضبوطة بالشكل، روعيت فيها أحكام التلاوة، يجيزه، وبالتالي يبدأ في الحفظ بعد ذلك، حتى إذا حفظ يعني حفظا سليما متقنا، مراعى فيه الضبط بالشكل، ومراعى فيه أحكام التجويد من المجهول، وأحكام النون الساكنة والتنوين، وأحكام النون المشددة وكذا. هذا هو العرض. دكتور
اسمح لي الوسيلة الآن للمشاهدين الأحبة، هذه وصية، هذه وصية مني. الرسول يقرأ وسيدنا جبريل يستمع، أي نعم، وسيدنا جبريل يقرأ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع، حتى كان النبي صلوات الله وسلامه عليه فداه أبي وأمي، شفعه الله فينا يوم القيامة. كان يتعجل مجرد ما يسمع عبارة قرآنية وجملة قرآنية من سيدنا جبريل، يتعجل يقرأها حتى قبل أن يفرغ سيدنا جبريل من قراءة العبارة أو الجملة القرآنية، حتى أنزل الله تعالى عليه قوله الكريم في سورتي طه والقيامة. في طه قال تعالى له: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن إيه؟ يقضى إليك وحيه. يقضى إليك وحيه بهذا الضبط، بالبناء للمجهول أو قراءة سبع أخرى متوترة من قبل أن نقضي إليك وحيه بالمنع المعلوم. وفي سورة القيامة قل له: لا تحرك به لسانك. ليه الرسول كان بيتعجل وربنا نهى عن التعجل؟ ليه؟ لأنه يخشى أن يتفلت منه، يخشى أنه ما يكونش استوعب الضبط الصحيح للجملة والكلمة القرآنية. فقال له: ولا تعجل في طه، وقال له في القيامة: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. هذا دكتور بس أستاذ حضرتك، يعني معنا أخ متصل بقاله فترة، الأستاذ مصطفى من الدوحة. تفضل الأستاذ مصطفى. لو سمحت أنا عندي ثلاث أسئلة. تفضل. ألو، سامعين حضرتك؟ تفضل. قول لسيادتك. أيوة. أنا ورا الإمام، الإمام هو بيقرأ الفاتحة، الفاتحة دي دعاء، فهو بيقول مثل الحمد لله، أنا بقول أحمدك يا رب دائما وأبدا، الرحمن الرحيم يا رحم الدنيا والآخرة يا رب، مالك يوم الدين سبحانه وتعالى، إياك نعبد وإياك نستعين، استعنت بك يا الله فأعنا على ذكرك وشكرك وحسنك، واخد بال حضرتك؟ أيوه. وراه كده هل دي ما فيش مشكلة يعني؟ طيب تمام، هذا أول سؤال. ثاني سؤال، إذا أصابك نزغ من الشيطان فاستعذ بالله، حتى في الصلاة ممكن استعاذ بالله من الشيطان الرجيم حتى وأنا بصلي؟ طيب تمام، قلب الصلاة تمام. بعدين في والثالث سؤال، وأنا بختم بنقول سبحان الله مثلا 33 والحمد لله كده اللي يصل، لا أنا بختم بقى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأقول العبارات دي كلها كذا مرة، ينفع الختمة كده؟ تمام خلاص، تسلم. ولا نختم زي ما بنختم كالعادة؟ تمام خلاص، ان شاء الله تسمع الاجابه ان شاء الله اخ مصطفى، وربنا يتقبل منك. شكرا. دكتور الاخ مصطفى، سؤال الاولاني، الامام هو بيقرا الفاتحه، الاخ مصطفى بيردد وراه ولكن مش ترديد الصوره نفسها، يعني يتفاعل مع الصوره، يعني الامام يقول الحمد لله رب العالمين فالاخ مصطفى يقول احمدك يا رب وهكذا، يعني هل دي يتجوز في الصلاه ام لا؟ ان شاء الله تعالى ارجو ان يكون الاخ مصطفى جزاه الله خيرا على حرصه على التفقه في الدين ان يبقى معنا على الخط. هذه واحدة. اسمح لي أنا يعني حتى لا أتم إجابة السؤال، يعني السؤال الأولاني من الأخ اللي سأل أول سؤال حضرتك قرأته، أنا أنصح أحبائي المشاهدين لهذه القناة المباركة، بإمكان كل مسلم ومسلمة أن يعمل الآن ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان. عليه الصلاة والسلام. إزاي دكتور؟ كيف ذلك؟ الوقت موجود الآن اليوتيوب. اليوتيوب موجود فيه ختمات قرآنية يعني موزعة، الجزء الأول، الجزء الثاني، الجزء الثالث، الجزء الرابع، الجزء الخامس وهكذا. أنا أفتح اليوتيوب لأي قارئ يعني ربنا سبحانه وتعالى حببه إلى قلبي، لأي قارئ، وبعدين أفتح على الجزء الأول وهو يقرأ وأنا أستمع. يقرأ وأنا أستمع، يقرأ وأنا أستمع، ومن الممكن جدا أن أقرأ وأنا أسمع في نفس الوقت. هذا كان ما كان يحدث من النبي عليه الصلاة والسلام، يستمع إلى قراءة القارئ، وبالتالي يعني إذا الحديث اللي ذكرناه كان جبريل يعرضنا القرآن في كل عام مرة وعرضنا القرآن في هذا الكريم مرتين، الإمام أبو حنيفة أخذ من هذا، ودي دعوة مني لأحبتي في الله تعالى في رمضان ورمضان على الأبواب، أن نحرص على أن نختم القرآن في رمضان أقل شيء مرتين، أقل شيء مرتين. لأن الرسول الكلام ده أخذ من الإمام أبو حنيفة، من أن الرسول آخر رمضان في حياته ختم القرآن الكريم مرتين مع سيدنا جبريل عليه السلام، يقرأ ويستمع، والقراءة عبادة والاستماع عبادة. قال تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا عليكم ترحمون، والجن قالوا سمعنا قرآنا عجبا لهذا الرجز، سمعنا كتابا أنزلا بعد موسى. هذه وصية مني لأحبائي على دخول رمضان إن شاء الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله. بالنسبة لسؤال الأخ مصطفى، هو بيسمع القراءة وبعدين بيدعو،
يتفاعل يتدبر. هذا من التدبر الذي دعونا إليه في هذا البرنامج المبارك يستفتونك وبرنامجنا أيضا ومضاتنا القرآن الكريم في موسمه الثاني والأول. التدبر معناه إيه؟ التفكر. عندما أمر بآية رحمة أسأل الله تعالى، عندما أمر بآية جنة أسأل الله تعالى، عندما أمر بآية نار أستغيث بالله وأستجير بالله، عندما أمر باستغفار أستغفر الله سبحانه وتعالى، وهكذا. مثلا الحمد لله يحمد ربنا. وبعدين نقطة مهمة جدا أخي طارق، الأخ معايا أخي طارق حبيبي، دكتور سمح حضرتك. أيوة، الأخ مصطفى حبيبي في الله سبحانه وتعالى والمشاهدين الكرام جميعا والمسلمون جميعا في علم الله، عندما نقرأ الفاتحة أرجو 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 ثلاث مرات أن نستشعر أن الفاتحة هي عبارة عن حوار بينك وبين الله عز وجل. كأنه حوار. قراءة الفاتحة يا أحبائي في الله تعالى في الصلاة أو في خارج الصلاة هي عبارة عن حوار يجري بينك وبين الله عز وجل. وهذا من علم الغيب، هذا من علم الغيب الذي أخبرنا عنه الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. في الحديث الصحيح يقول المولى عز وجل، حديث قدسي، قسمت الصلاة، والصلاة هنا اسم من أسماء الفاتحة ولها قرابة 30 اسما. يقول المولى عز وجل في هذا الحديث الصحيح، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم قال الله ذكرني عبدي، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. يعني ربنا سمع، كما يقرأ كل مسلم في ركعاته بعدما يرفع من الركوع يقول سمع الله لإيه؟ لمن حمده، لمن حمده. أو تقول الحمد لله، الله يقول يشهد لك ويسمع حمدك، يقول الله عز وجل حمدني عبدي. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله تعالى فوض إلي عبدي، فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم، الطلب اليومي لكافة الأعمار لعمر 60 ولعمر 70 ولعمر 80 ولعمر 20 كله تعبدنا الله تعالى بأن نطلب منه هذا الدعاء كل يوم 17 مرة على الأقل لو صلينا الفرض فقط، اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر الآية إلى آخر الصورة، يقول الله تعالى هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. فتستشعر هذا المعنى من علم الغيب، ثم لا بأس بأن تقول بعد الرحمن الرحيم ارحمني، إياك نعبد يا رب أعني، يا رب ارزقنا الإخلاص لك، اهدنا الصراط المستقيم، تقول يا رب وتؤمن على هذه الدعوة. فذلك من التدبر ولا بأس بذلك شرعا، بل هو الواجب عند سماع التلاوة وعند تلاوة القرآن الكريم. نعم. أي نعم. السؤال الثاني دكتور عن مسألة الاستعاذة بالله من الشيطان داخل الصلاة، هل تجوز؟ أي النص واضح، النص في سورة النحل يقول تعالى فإذا قرأت القرآن إيه؟ فاستعذ بالله، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الآية هنا أستاذ طارق حبيبي آية مطلقة، سواء كان بتقرأ القرآن في داخل الصلاة أو في خارج الصلاة ولأمر ما، لعلنا قلنا هذا المعنى في حلقة سابقة من حلقات هذا البرنامج المبارك، إن العبادة الوحيدة التي أمرنا الله تعالى بأن نستعيذ بالله من الشيطان عند مباشرتها تلاوة القرآن الكريم. اقرأ القرآن الكريم كله من الـ من الـ من الـ من الـ ما بين البس، معي أخي طارق؟ معك دكتور. نعم. ما بين البس، ها مرة ثالثة، ما بين البس، يعني بسم الله إلى حرف الناس في، أيوة، في كلمة الناس، من الباء في البسملة إلى السين في الناس من الجنة والناس. اقرأ القرآن كله 6242 آية أو 236 آية، لا تجد عبادة كلفنا الله تعالى بها إلا وأمرنا بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم إلا أمرنا بها إلا هذه العبادة. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ليه؟ لماذا؟ لأن الشيطان، القرآن الكريم خط الطريق، القرآن الكريم خارطة الطريق للعبد لكي يسعد في الدنيا ويسعد في الآخرة، والشيطان لا يريد للعبد أن يسعد، لا يريد له أن يهتدي، فلذلك يعني إيه؟ يعني يقف أمامه ويصد عن ذلك. فلذلك أمرنا الله تعالى بأن نستعيذ بالله من هذا الشيطان الرجيم عند مباشرة تلاوتنا لهذا الكتاب العزيز. هذا معنى، هذا معنى أول. معنى ثاني، وده معناه، فإذا، ولذلك جاءنا سؤال في هذا البرنامج المبارك قبل ذلك، سؤال من الإخوة، لو الإخوة راجعوا حلقات البرنامج، أحد الإخوة سأل فقال فإذا قرأت القرآن هل معنى ذلك الاستعاذة تكون قبل التلاوة ولا تكون بعد التلاوة؟ العلماء يقولون يقول الجمهور على أن الاستعاذة تكون قبل التلاوة، وبعض العلماء يقولون الاستعاذة تكون بعد التلاوة، بعد ما تتلو.
يعني والنص يحتمل هذا المعنى، لكن المؤكد والمحقق والأوجب الاستعاذة بالله قبل مباشرة التلاوة لكي تبعد شيطان، لكي تبعد عدوك وعدو الله عن نفسك. وبعد ما تخلص تلاوة وبعد ما تخلص القدر اللي قرأته حزب ولا ربع ولا جزء ولا أكثر ولا أقل، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لماذا؟ لماذا؟ لكي تبعد عن نفسك الإعجاب، لأن بعضنا ربما بعد ما يقرأ يصاب بالإعجاب فيقول يعوذ بالله من الشيطان الرجيم بعد التلاوة لكي ينجيه الله تعالى من آفة الإعجاب بالنفس أو الإعجاب بالعمل. أيوة. ولذلك حديث ثلاث مهلكات: شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه أو برأيه. نعم. أي نعم. سؤال التالي دكتور الأخ مصطفى عن إن هو في ختام الصلاة بيقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، كلها كده على بعضها كده 33 مرة، هل في مشكلة في هذا الأمر؟ هو قال ايه بالنص كما سمعت معك يا استاذ طارق حبيبي انه بيقول كده ولا يقول العادي اللي احنا اللي هو اعتاده؟ أيوة. اللي هو سبحان الله 33 لوحده، التسبيح لوحده 33، والحمدلله 33، والتكبير 33. لا، هذا مش عادة أخ مصطفى حبيبي، هذا ليس عادة. الكل مسنون وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، الكل مسنون. ولذلك ختام الصلاة ليست له صورة واحدة مأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ختام الصلاة الوارد والمأثور والثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام له أكثر من صورة. الصورة الأولى اللي هو قالها أخونا مصطفى أنها عادة، سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، ويتم 100 لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك والحمد لله كل شيء. هذا وارد به حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. سبحونا وتحمدونا وتكبرونا كبر كل صلاة 33. وبعدين 100 لا إله. أي نعم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد لله كل شيء قدير. هذه الصورة. الصورة الثانية المسنونة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي ثابتة أيضا صحيحة، أن يقول سبحان الله 25 والحمد لله 25 والله أكبر 25 ولا إله إلا الله 25. هذا ثابت أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله 10، الحمد لله 10، الله أكبر 10، وبعدين يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد لله كل شيء قدير. الأخ بس الجديد في الأمر أنه أضاف الحوقلة أو الحولقة، الحوقلة أو الحولقة اللي هي لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا لم يرد في أذكار الرسول الثابتة عنه، ويراجع الإخوة في ذلك كتاب الأذكار للإمام النووي، من خيرة الكتب في بين الأذكار، الأذكار اليوم والليلة، كتاب النووي الأذكار وشرحه ابن علان، وكذلك كتاب عمل اليوم والليلة لابن السني وغير من العلماء. يعني لم يرد في أي منها في الكتب كلها والروايات اللي ورد عن الرسول أن الحوقلة تذكر بعد ختام الصلاة. ف 33 أو 25 أو 10 كل ذلك ثابت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى آية الكرسي، إضافة إلى اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك وتعالى تجل الكرام، إضافة إلى قراءة الإخلاص والفلق والناس بعد الفجر والمغرب خاصة ثلاث مرات، وبعد كل من العصر والظهر والعشاء مرة واحدة. هذا كله ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فعملك كله مشروع إن شاء الله سبحانه وتعالى. أي نعم. ودكتور مسألة جمع الأذكار أيوة كلها أيوة مع بعضها ما فيش فيها مشكلة، يعني إن هو لو قال بدل ما قلت سبحان الله بمفردة سبحان الله وبعدين الحمد لله وبعدين أكبر، لو أنه قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر مع 100 مرة أو 33 مرة سينفق بالعدد. المهم عندي تحقيق العدد إن شاء الله سبحانه وتعالى. والثواب على ذلك يكتب الله تعالى له حقا وعمر إن شاء الله سبحانه وتعالى. حق وعمر بلا تأشيرة أخي طارق، حق وعمر بلا تأشيرة ولا سفارة في العمارة ولا حد. ربنا يجزاك خير يا دكتور. دكتور اخ سائل بيقول ان انا عامل عمليه في عينيا، ولما وانا بتوضا لو الميه جت في عينيا بتعب جدا، فانا بتوضا ولكن بحرص ان الميه ما تجيش على عيني، فهل وضوئي صحيح ام لا؟ بالنسبه لاركان الوضوء، اركان الوضوء منها الوجه، وهذا ماخوذ من ايه الوضوء الوحيده في القران الكريم كله، يقول تعالى في سوره المائده يا الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم من الكعبين. الوجه حده طولا ما بين منبت الشعر الى اسفل اللحيه، وحده عرضا ما بين هاتين الشحمتين، منهم من هذه المساحه الوجه.
لكن الأخ بيتضرر بوصول الماء داخل العين فيغمض عينه، يغمض عينه أثناء ما بيغسل وجهه حتى لا تدخل المياه إلى عينه حتى لا تضر إن شاء الله. والقاعدة لا ضر ولا ضرار، فليس مطلوبا أنك تدخل الماء في العين، وليس مطلوب أنك تدخل الماء في الأذن، بس تمسح الأذن مسح ظاهري وبعدين العين تغسلها، لأن العين من الوجه والوجه يغسل ولا يمسح. فتقفل عينك أثناء ما بتتوضأ حتى لا تصل المياه إلى حدقة العين، فتسلم إن شاء الله سبحانه وتعالى إن شاء الله. أخت سائلة دكتور بتقول عاوز الشيخ يفسر القرآن على القناة، وعايزين الشيخ في رمضان في مدة طويلة مش ربع ساعة، يعني فرصة دكتور حضرتك تتكلم على ومضات إن شاء الله هيكون الموسم الثاني في رمضان الجاي بإذن الله، ربنا يبلغنا رمضان إن شاء الله. طيب إن شاء الله إن شاء الله. اسمح لي السؤال ده من الأخت الكريمة لحضرتك والإدارة القناة. السؤال ليس لي، يعني نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل القرآن وأن يديم صحبتنا للقرآن الكريم في رمضان وسائر أشهر العام إن شاء الله سبحانه وتعالى. آمين يا رب. بس يعني تعريف بس دكتور بالبرنامج إن شاء الله يتذاع بإذن الله في رمضان ومضات الموسم الثاني، الحلقة إن شاء الله تبقى أكبر في المدة، مش ربع ساعة أو يعني 20 دقيقة، إن شاء الله تبقى بإذن الله أكبر من كده إن شاء الله، وتكون مفيدة بإذن الله وربنا ينفع بيها دكتور إن شاء الله. المواعيد هتقعد طبعا يعني بإذن يا رب يا رب. أخت سائلة دكتور بتقول أنا برضع وهفطر في رمضان، هل أصوم بعد ما يتم ابني السنتين ولا أخرج إطعام صائم فقط؟ هو الأخت المرضعة ومثلها الأخت الحامل، هؤلاء يعني إذا الطبيبة المختصة بأمور النساء أخبرتها بأن الرضاعة تؤثر على الصيام يؤثر على الرضاعة للطفل، أو أن الحمل يؤثر على الجنين، فبالتالي لا الحق أن تفطر، يكون ذلك عذرا شرعيا بالنسبة لها، وتكون داخلة في تكون كل منهما داخلة في قوله تعالى وعلذين يطيقونه فطر طعام مسكين. هذا إذا تواصلت الأعذار، يعني حمل ورضاعة حمل ورضاعة حمل ورضاعة، هنا في هذا الحال يبقى تخرج فدية طعام مسكين عن كل يوم. لكن إذا كانت تعمل نوع من التنظيم، وبالمناسبة تنظيم النسل جائز شرعا، تنظيم النسل جائز شرعا، لكن التحديد لا يجوز، لأن تحديد النسل فيه سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. وذلك في الحديث الصحيح سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، قلت ثم أي، قال أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. بعض الناس يقول تحذير الناس لولدين كفاية عشان أعرف ربيهم وأجيب لهم كسوة ويعيشوا مستوى معيشة مرتفع. الرزق على الله، الرزق على الله، قال تعالى في أكثر من آية، يقول تعالى في هود وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، يقول تعالى في العنكبوت وكأي من دابة لا تحمد رزقها الله يرزقها وإياكم، قال تعالى في الذاريات وفي السماء رزقكم وما توعدون، قال تعالى في أواخر الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فبالتالي أختنا الكريمة إذا كانت هيكون عندها فرصة بعد ما تخلص الرضاعة والطبيبة الخاصة بقيت لها إن الصيام يؤثر على الرضاعة ويقلل نسبة اللبن اللي بترد به الطفل، يبقى عليها إنها تفطر حتى لا يعني يتأثر الطفل، ولذلك في حتى يكتمل نمو الطفل تماما، وبعد ما تخلص تصبر شوية لحد ما تقدم عليها من رمضان، لأن هذا دين والرسول سماه دينا فقال دين الله أحق بالوفاء. أي نعم. دكتور أخت سائلة بتقول أنا محفظة قرآن، هل الأفضل التفرغ للعبادة وأخذ إجازة من القرآن يعني، أم الاستمرار في تحفيظ الأولاد؟ السؤال غير واضح، العبارة غير محررة. يعني هي قصدها دكتور أنها هي بتحفظ قرآن للأطفال، هل تعلم نفسها القرآن أول ومن غير ما تحفظ، ولا تحفظ الأولاد أولى، من الأولى يعني فيهم؟ لا يا أخي طرح حبي عفوا، كيف تحفظ القرآن وهي غير متعلمة للقرآن؟ واضح كده السؤال؟ يعني ازاي الحديث يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لابد هي تتعلم القرآن الأول، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. أي نعم. فالمفروض هي تكون يعني إذا كان مقصودها تعلم القرآن اللي هو حفظه، لأن إذا كانت لا تحفظ القرآن حفظ جيد، لا تحفظ حفظ جيد، كيف تحفظ الأطفال تحفظا جيدا بمراعاة الضبط بالشكل ومراعاة أحكام التجويد من المدود ومن أحكام النون والساكنة والتنوين وأحكام النون والميم مشدتين وهكذا وصفات الحروف ومخارج الحروف. فالمفروض هي تتعلم الأول كيفية القراءة الصحيحة حتى تستطيع أن تفيد غيرها، والحديث يقول خيركم من تعلم القرآن وعلم. هذا إذا كان ده ظاهر لي من السؤال، فهل عند حضرتك حاجة توضيح أكثر للسؤال؟ لا دكتور تمام يعني. طيب إن شاء الله. طيب. جزاك الله خير. يا دكتور الأخ سائل بيسأل بيقول إن هو يعني أحيانا بيكون إمام في الصلاة
وهو في الركوع الناس بتدخل المسجد فبيطول في الركوع عشان يلحقوا الركعة، فبيسأل بيقول هل ده جائز ولا غير جائز؟ جدا جدا. والدليل على ذلك، والدليل على ذلك الرسول صلوات الله وسلامه عليه، يعني الإمام يعني كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه، من أم بالناس فليخفف، من أم بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والكبير وذو الحاجة، أو كما قال رسول الله. هذا الحديث يفهم منه، يفهم منه وفق الحديث إن الإمام بيراعي حالات المأمومين. فثبت، ثبت في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني إيه يخفف في الصلاة، يخفف في الصلاة لإيه، رحمة بمن خلفه. والحديث صحيح في هذا، يقول عليه الصلاة والسلام إني لا أدخل في الصلاة أريد أن أطول فيها. ها وهو الإمام معي أخي طارق، معك دكتور، إني لا أدخل في الصلاة أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي، أتجوز يعني إيه، أتخفف ما يطولش، فأتجوز في صلاتي كراهية، وكراهينا هم مفعول لأجله، يعني كأن سأل سأل فقال لماذا الرسول دخل يريد الإطالة ولكنه لم يطول في الصلاة، فجاء الجواب مفعول لأجله كراهية أن أشق على أمه. فلو أنه الإمام إذا كان جاز هذا للإمام أنه يتخفف مراعاة للمأمومين، كذلك عليه أن يراعي المأموم اللي داخله متأخر. لو أنه ما دخل وأحدث جلبة مثلا، في الحديث الصحيح رجل من الصحابة دخل المسجد وأحدث جلبة، وكان أحدث جلبة يعني إيه، أحدث صوت وهز وجري في المسجد، فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني استمع الجلبة كلها. الرجل ده أخي طارق حبيبي ركع قبل أن يدخل إلى الصف، ركع قبل ما يصل الصف، وظل ماشي راكع، ظل ماشي راكع لحد ما وصل الصف. بعد كده الرسول بعد ما انتهت الصلاة سأل الرسول من أحدث جلبة، من اللي عمل الصوت اللي سمعناه ده وإحنا في الصلاة؟ أيوة. فالرجل الصحابي خشي أن يكون قد أحدث شيئا يغضب الله تبارك وتعالى، فخنس، خنس يعني إيه يا أخي طارق؟ يعني يعني ما أعلنش عن نفسه، يعني ما أعلنش عن نفسه، خوف. الرسول أعاد السؤال من أحدث جلبة، سكت الرجل. مرة ثالثة الرسول سأل من أحدث جلبة، فقال رسول أنا يا رسول الله، يعني وهو إيه يعني يرتجف. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له اسمع بقى العبارة دي، زادك الله حرصا ولا تعد. هذه رواية، زادك الله حرصا ولا تعد، ورواية أخرى زادك الله حرصا ولا تعد. هذه رواية تانية، الرواية الثالثة زادك الله حرصا، زادك الله حرصا ولا تعد. لا يعني كل رواية دكتور بمعنى، يعني كل رواية بمعنى. أيوة. زادك الله حرصا ولا تعد، ولا تعد يعني إيه، لا يعيد الصلاة دي، يبقى صلاته صحيحة. ركع قبل الصف عشان لأن الركعة تدرك بالركوع، يعني قراءة الفتحة يتحملها الإمام عن المسبوق، لكن الركوع لو فاتت الركعة. فالرسول قال له زادك الله حرصا ولا تعد، من الإعادة ما تعدش الصلاة، بس صحيح. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية زادك الله حرصا ولا تعد، ما تعملش كده تاني، ما تعملش كده تاني، ايوه، ولا تعد، من العود. يبقى الأولى من الإعادة والثانية من العود. الرواية الثالثة زادك الله حرصا ولا تعد، بسكون العين، لا تعدو من العدو. من العدو اللي هو إيه؟ العدو اللي هو اختراق الضاحيه اخي طارق. انا وانت عن السابق ونعمل مسابقه في اختراق الضاحيه. ولا تعدو يعني ايه، لا تسرع. ليه؟ وذلك في نص الحديث يقول النبي عليه الصلاه والسلام اذا اتيتم الى الصلاه فاتوا عليكم السكينه والوقار، فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. فالخلاصه لو اني امام، وده كلام لكل إخوة الأئمة السائل وغيرهم، لو أني في الصلاة إمام وسمعت صوت داخل حد، بس بيقول إن بعضهم عفوا يعني داخل ويريد أن يلحق ويقول إن الله مع الصابرين، فالإمام طبعا بيسمع العبارة دي يفهم إن في مأموم جاي ويريد أن يلحق الركوع في الركعة ليدرك الركعة، أو سمع نحنحة يفهم الإمام، وكل من بالإشارة يفهم، فيفهم الإمام المأموم متأخر يريد أن يلحق الركوع، فيراعي ذلك إن شاء الله قياسا على ما فعل النبي صلى الله وسلامه عليه. نعم. عليه السلام. دكتور، الأخت السائلة اللي هي كانت السؤال اللي فات بتقول إن هي خاتمة لكتاب الله ومجودة لكتاب الله، وهي بتسأل على مسألة التفرغ لقراءة القرآن والعبادة وليس للتعلم، يعني بمعنى دكتور إن هي محافظة للقرآن وهي مجيدة للقرآن، هل تستمر في التحفيظ ولا تترك التحفيظ وتعبد الله وتقرأ القرآن؟ يعني
جدا هي، بس هم يكون لها، لو ان ربما هي اختنا الكريمه، ربنا يجعلنا واياها من اهل القران جميعا ويجعلنا واياها الفردوس الاعلى وسائر حملة كتاب الله عز وجل، ربما تسال سؤال خفي، ان هي معنى ذلك ان قد يكون لها هذا مصدر رزق ولا يوجد لها غير هذا المصدر، وبالتالي تستمر على هذا ولا تبحث عن حرفة أخرى، لا تستمر على هذا، بس يؤمن لها يعني معيشة كريمة، بحيث تعيش يعني لا تعيش يعني إيه، بحيث تتفرغ لهذا العمل. وده واجب الأمة، واجب الحاكم المسلم في الدولة المسلمة، أنه كما يعين مؤذن ليؤذن للصلاة، كما يعين إمام يؤم الناس في المساجد، يعين حفظ كتاب الله، ويكفيهم معيشتهم، ويكفيهم يعني مؤونة حياتهم حتى يتفرغوا لهذا العبادة، حتى تتم الخيرية لهذه الأمة التي لا خيرية فيها إلا بالقرآن، وللحديث خيركم من تعلم القرآن وعلم، فلا بأس بذلك إن شاء الله، وربنا يجعلنا وإياه من أهل القرآن، ويغنينا بفضل عمن سواه، ويعني يكفينا بحلال عن حرام إن شاء الله سبحانه وتعالى. أي نعم. الأخ الدكتور الأستاذ مصطفى اللي كان سأل، اللي كان اتصل في أول الحلقة، هو يعني كان بيسأل الإخوة في الإعداد على مسألة الاستعاذة، طبعا حضرتك أجبت عليها، بس يمكن هو ما خدش باله إن الاستعاذة داخل الصلاة تجوز. تمام. أيوة باختصار القول الاستعاذة عفوا عند قراءة القرآن، سواء كان يقرأ في الصلاة أو خارج الصلاة. أي نعم. أخت سائلة دكتور بتسأل، بتقول إنها يعني الآن رمضان لم يتبقى عليه إلا أيام قليلة، وهي ما زال عليها أيام كثيرة من رمضان الماضي، فماذا تفعل في هذه الأيام؟ تصوم، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. يعني للأسف الشديد وارد ومنشور بين كثير من الناس ويتداولونه، وفي مقاطع للأسف الشديد بتقول حديث فيه ضعف، إذا انتصف شعبان فلا تصومه. ها، وأنبه إلى ضعف هذا الحديث، أنبه إلى ضعف هذا الحديث، إذا انتصف شعبان فلا تصوم، هذا حديث ضعيف. الثابت عن، واللي يرد هذا الحديث، إن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث الصحيحين البخاري ومسلم كان يصوم أكثر شعبان، فبالتالي الأخت اللي عليها رمضان أيام من رمضان الماضي، إذا لم تتمها حتى الآن، حتى لو انتصف شعبان تصوم، لأن هذا دين، وقدوتها في ذلك وأسوتها في ذلك أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبان، تقول من الشغل برسول الله، وهذا في حضور رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى عمل يحدث في مجلس الرسول والرسول لا ينكره، فكون يحدث في مجلس الرسول ولا ينكره فذلك إقرار، وبعدين يبقى تصوم ما عليها من دين لله سبحانه وتعالى، وكذلك حتى اللي يريد أن يصوم في شعبان وليس عليه أيام من رمضان السابقة لمرض أو لسفر أو المرأة لحيض أو نفاس، لها أن تصوم استنانا بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الممنوع فقط أنه نحن نصوم اليومين الأخيرين من شعبان، وذلك في الحديث الصحيح لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، ولذلك ورد التحريم في صيام يوم الشك، يوم الشك اللي هو اليوم اللي هو شك فيه، هل هو آخر متمم للثلاثين من شعبان ولا الأول من رمضان، يحرم صومه، وكذلك يحرم صوم اليوم الأول بعد رمضان اللي هو أول يوم العيد، فقد نهى النبي عن صيامه من عدل. لماذا حرم صوم يوم الشك اللي هو المتمم لشعبان أو الأول من رمضان، واليوم الأول بعد رمضان؟ ليبقى رمضان أياما معدودات، كما قال تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، اللي قبله صيام اليوم اللي قبله حرم صومه، واليوم اللي بعده حرم صومه. نعم. أخت سائلة دكتور بتقول، حكم الأب الذي يقاطع ابنته وزوجها وأهل زوجها، وبنته يعني متأذية من هذه المعاملة، وهو طول حياته كان جاف في معاملته لها، وهي لا تستطيع أن تسامحه، فهل عليها وزر؟ والله عفوا، يعني موضوع قطيعة الأرحام نحن سمعنا منها الوقت، السؤال مكتوب عند حضرتك يا حبيبي؟ مكتوب دكتور. نعم. أنا يعني عفوا، مثل هذه الأسئلة نحن لم نسمع أباها، لم نسمع إلى أبيها لنعرف يعني إيه طبيعة الوضع، وكما قيل يعني إذا جاءك من فقت عينه فلا تحكم له لعل الطرف الآخر يكون قد فقت عيناه، لم نسمع من أبيها وعن أسلوبها هي في التعامل. وبعدين على كل حال، مهما فعلت لن تكافئي والدك، مهما فعلت. الحديث الصحيح يقول في النبي صلوات الله وسلامه عليه، يقول لا يجزي ولد والدة، لا يجزي، معي أخي طارق؟ معي أخي طارق؟ نعم دكتور، مع حضرتك. نعم. أي، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجزي ولد والدة إلا أن يجده مملوكا فيشتريه ثم يعتقه. الحالة الوحيدة اللي ممكن الولد يكافئ بها أمه وأباه هي أن يكون أن يجد الأب مملوك فيشتريه ويعتقه، ما عدا ذلك لا يستطيع. شوف اسمع، يعني عفوا، خلي الأب أساء إليك مهما كانت الإساءة بنتي، طيب هل هو مشرك؟
وليس بعد الكفر ذنب. الله تعالى يقول في في في, في لقمان: وإن جاهداك وإن جاهداك جاهداك يعني متابعين بإلحاح ويعني إيه ومتابعة، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وبعدين وصاحبهما في الدنيا معروفة، وصاحبهما في الدنيا برغم أنه مشرك برغم أنه كافر، ومع ذلك الله تعالى يقول لا تطعه في الشرك ولا تطعه في الكفر ولكن تصاحبه، والمصاحبة ملازمة يعني تلزمه، ولا فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إليه. وبعدين حساب عند ربنا، يعني بعض الأولاد يظن هو أنه يحاسب أباه أو يحاسب أمه، لا سلامتك، حساب الأب والأم عند الله عز وجل. وذلك قال تعالى فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، المدة بسيطة يعني مش هيعيش أبوك معاك مثل ما عاش لك، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فلذلك يعني أيوة نعم عليك أنك تحسني إلى أبيك وإن أساء إليك. إذا كان الفرض العام من الناس لو أساء إليك لا يشرع لك أنك تقابل السيئة بمثلها، قال تعالى ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ما شاء الله أنت نزلتي وأنت عارية لأبوك يستلمك ولفك في لفة وكبرك وسهر عليك الليالي وأطعمك من جوع وكساك من عري حتى شببت عن الطوق وتزوجت، فأنت تقول يا أبويا قف، يعني احذر يا ابنتي العقوق، حتى لو أساء إليك احسني إليه وثوابك وأجرك عند الله سبحانه وتعالى. نعم. أي نعم. دكتور معنا الأخ أبو عمرو من مصر. أبو عمرو تفضل. أبو عمرو سمعنا؟ أيوة فندم. أهلا بيك، تفضل بالسؤال. حضرتك من فضلك الدكتور محل ثقة في الفتاوى التي يقدمها في البرنامج، يعني تفضل. الفتوى الغريبة اللي حضرتك اللي كانت بدأ بها البرنامج اللي هو ترديد المأموم خلف الإمام. ترديد المأموم خلف الإمام؟ أيوة في الفاتحة. أي نعم. حضرتك واحد قال من مصطفى اللي هو من قطر. أي وأنا نعم. كان بقول الحمد لله أحمدك يا رب وكذا وكذا، والشيخ أجاز ده. طب هل يجوز ده في الفاتحة ويجوز في الصور الأخرى؟ طب من الأصل ده جاي منين؟ يعني أنت عايز الدليل على هذا الكلام. القرآن بتسمع له وانصته، وإن الإمام يقرأ والمأموم ينصت، وإذا وقف الإمام يقرأ المأموم الفاتح. تمام. طب خليك يا أبو عمرو، خليك معانا دكتور الأخ أبو عمرو، يعني بيسأل على دليل إشكال كبيرة حصل أول مرة أسمع حاجة زي كده. خليك معنا دكتور الأخ أبو عمرو بيسأل على مسألة الدليل لأن الشخص يجوز أنه هو في الصلاة يعني يردد حول الفاتحة أو يعني مع الإمام في الفاتحة اللي هي الفاتحة. الرسول يا أخي طارق والأخ أبو عمرو حبيب، الرسول كان عندما يقرأ لما يقرأ آية، يعني روايات كثيرة جدا صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقرأ مدا الرحمن الرحيم، وبعدين في الحديث الصحيح أنه إذا مر بآية رحمة سأل. وأنا قلت الدليل يا أخي طارق لو تذكر معايا، قلت أنه كان إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب استجار بالله سبحانه وتعالى، وإذا مر بآية استغفار استغفر، وإذا مر بسؤال أجاب. يعني لما نقرأ الآية مثلا في سورة التين يقول تعالى أليس الله بحكم الحاكمين، سنة أن تقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، وأسئلة كثيرة أليس الله بكاف عبده، تقول بلى. فلذلك كل ذلك هذا من التدبر والتأمل. وبعدين الاستماع هو المطلوب، الاستماع الواعي، الاستماع الذي يدعو إلى التدبر والتفكر. فكون أنه هو يردد إذا مر بالحمدلة يحمد ربنا، إذا مر بالرحمن الرحيم يثني على الله سبحانه وتعالى، إذا مر وقلنا حديث القدسي ربنا سبحانه وتعالى الفتحة فيها مناجاة بين العبد وربه، بين العبد وربه. لما تسمع هذا الحديث ماذا تقول؟ وبعدين عفوا لا تعارض كل مقام مقال، الانشغال المنهي عنه عند التلاوة الانشغال الذي يلهي عن التلاوة نفسه، لكن ده منشغل بالتلاوة ويتفاعل مع التلاوة، فحتى لا تتضارب ولا تتعارض المسلم مع بعضها البعض، ولكل مقام مقال ولكل حسن حديث. اي نعم. جزاك الله خيرا دكتور. اخ سائل دكتور بيسأل بيقول ان هو عنده ظروف صحية ومادية صعبة. اسمح لي اختار برضه نقطة مهمة. الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام، الرسول نفسه في الحديث الصحيح كان يقرأ الفاتحة وسمع همس وأصوات الصحابة خلفه، أصوات الصحابة خلفه وهو بيقرأ. لما فرغ من الصلاة قال ماذا تقرؤون سمعتكم.
نص يعني الحديث ما معناه والحديث صحيح. فقالوا نقرأ الفاتحة، قال ما إذا قرأتم لا تقرأوا إلا الفاتحة. فالرسول أجاز إن المأموم يقرأ مع الإمام، يقرأ الفاتحة عفوا. فما تجيش ما تاخدش نص منزوع من الموضوع كله، مثلا واذا قرئ فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، هذا له مقال والكلام ده له مقال ثاني. فاذا ثبت عن الرسول ان الرسول اجاز للصحابه ان يقرأ وهو يقرا، ولا سيما ايه، ولا سيما الركن الصلاه الفاتحه، لان الفاتحه ركن، ركن اركان الصلاه. والحديث يقول لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب، لا صلاه لمن لم يقرا بام الكتاب، وهكذا. فدي نصوص ثابتة، هذه الأدلة التي استدللت عليها فيما أقول. نعم. جزاك الله خيرا دكتور، وربنا يعني إن شاء الله يتقبل منك بإذن الله. أخ سيد الدكتور بيقول إن هو ظروف الصحية والمادية صعبة، فبنته هتعمل عمرة عنه وهو مازال حي يعني، فبيسأل بيقول هل بذلك يصبح معتمر أم لا، لأنه كان يتمنى أن يؤدي فريضة الحج لكن هو يعني لا يستطيع ذلك. يعني العمرة والحج عفوا يعني. الحج ولا العمرة؟ العمرة، والسؤال على العمرة دكتورة بس. العمرة أو الفرض، على كل حال النص الكريم في سورة آل عمران الدليل في 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 هذا المقام قوله تعالى ولله على الناس إيه؟ حج البيت، حج البيت، حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. العبارة دي أستاذ طارق حبيبي ولله على ولله على الناس، الناس صيغة عموم، الناس صيغة عموم، يعني معنى ذلك الحج لله تعالى على كل الناس، لكن هذا العموم جاءه مخصص له في نفس الآية، ودي نقطة مهمة جدا من علوم القرآن الكريم العام والخاص. العام والخاص، كلمة الناس عام، هل بقيت، هل بقي هذا العموم؟ لا، لم يبقى، وإلا بنجد أناس كثير، نجد أناس كثيرين لا يحجون. يبقى معنى ذلك عاصي ولا غير عاصي؟ لا، ننظر الأول. ولذلك نفس العبارة الناس العموم ده جاء مخصص له، المخصص له بعدها في نفس الآية قوله تعالى لمن استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة الاستطاعة مالية، مالية وبدنية. معايا أخي طارق؟ معاك دكتور. نعم، يعني قد يكون الإنسان مستطيع بدنيا، عنده صحة وعنده عافية، يتحمل مشاق السفر، والسفر قطعة من العذاب كما صحيح البخاري، لكن ليس عنده قدرة مالية، ما عندوش نفقات، ما عندوش فلوس التأشيرة. ألف سلامة دكتور. دكتور يعني ما عندوش، عفوا، ما عندوش تكاليف التأشيرة، تكاليف السفر، تكاليف الإقامة والتنقل بين مناسك الحج، لكن مستطيع بدنيا، ممكن يحج على حساب بعض إخوانه وهكذا. فإذا أدت ابنته العمرة عنه وهو غير مستطيع بدنيا، يكتب لها ثواب العمرة ويكتب لأبيها ثواب العمرة إن شاء الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله. دكتور لسه تقريبا يعني 3 دقائق من وقت الحلقة، في أخ كان بيسأل سؤال عن مسألة التورق، بيقول إن هو بيشتري بعض الأشياء بالتقسيط وبيبيع هذه الأشياء عشان يستفيد من الأموال في يعني سداد أقساط أخرى أو في استثمارات أخرى أو ما إلى ذلك، فبيسأل عن مشروعية هذا الأمر. التورق جائز، التورق جائز شرعا، يعني لا بأس به، ويعني عليه عمل كثير من البنوك الإسلامية في العصر الحديث، بنوك إسلامية في دول الخليج وغيرها، التورق جائز لا بأس به، بيشتري البضاعة أو السلعة وبعدين طبعا ببيعها، هو يكون اشتريها مثلا بالتقسيط بسعر عالي. معايا أخي طارق؟ أي معك دكتور. نعم، سعر عالي، وبعدين هو محتاج صورة نقدية عشان يمشي حاله، فممكن بعد ما اشتراها يبيعها بسعر أرخص من السعر اللي اشتراها به، ها بسعر أرخص من يعني مثلا اشتراها بمية بالتقسيط. أيوة. لكن هو محتاج صورة نقدية فبيبيعها بتسعين وياخد الصورة النقدية اللي هو عايزها، التسعين ألف عشان يدبر بيهم حاله ويدبر بيهم معيشته وهكذا. فلا بأس بالتورق إن شاء الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله. دكتور له هناك دعاء في ختم الحلقة يعني دكتور بإذن الله. بأسماء الله الحسنى وصفات العلى ورحمته المنزلة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يهل علينا هلال رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن يكتبنا فيه من عتقاء من النار، وأن يكتب النصر والفوز والتمكين لإخواننا في فلسطين. بأسماء الحسنى وصفات العلى ورحمته منزلة، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم إننا نسألك وعدك
الذي قلت فيه إن علينا جمعه وقرآنه، نسألك اللهم جمعه وقرآنه، نسألك اللهم جمعه وقرآنه، وأن تجعله حجة لنا لا علينا، لا تقبض أرواحنا إلا وأنت راض عنا، غير مبدلين ولا خزايا ولا نادمين ولا فاتين ولا مفتونين، بل مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نسألك اللهم أن تنادى نفوسنا بهذا النداء الكريم: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم نسألك الفردوس الأعلى بغير سابقة عذاب ولا سالفة حساب ولا عتاب، فأنت غني عن عذابنا ونحن فقراء رحمتك رب العالمين. اللهم إني أشكو إليك ضعف قوة إخواني في غزة وفلسطين، اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتهم وقلة حيلتهم وهوانهم على الناس. يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربهم، إلى من تكلهم؟ إلى بعيد يتجاهمهم أم إلى قريب بلغته أمرهم؟ إن لم يكن بك غضب عليهم فلا يبالون، بأسمائك الحسنى انصرهم ولا تنصر عليهم، خزل عنهم ولا تخزلهم. اللهم داو جرحاهم وأبرئ جرحاهم وداو مرضاهم وتقبل شؤونهم في الصالحين بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. لا تحقق للصهاينة ولا المحتلين في فلسطين، لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم راية، وأرنا فيهم آية هم ومن وليهم يا رب العالمين بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. هذا وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأرضيان على المبعوث رحمة للعالمين. آمين آمين، جزاك الله خيرا شيخنا الحبيب. في نهاية حلقة اليوم نشكر فضيلة الشيخ الدكتور جعفر الطلحاوي، علم يعني عضو عفوا استاذ التفسير وعلوم القران وعضو الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، وطبعا الشكر موصول لحضراتكم، دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.